الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخي يسأل عن مسألة تقسيم مدلسين ثلاث طبقات، والحقيقة أن الحافظ قسمهم إلى أكثر من ذلك ولم يقصرهم على ثلاث طبقات. والتقسيم أنواع، التدليس أنواع، تدليس تقدم، تدليس شيوخ، تدليس إسناد. تدليس الإسناد هذا مراتب، منه أن يسقط الشيخ شيخه، من يسقط شيخ شيخه، وهو المسمى المعروف بتدليس التسوية. وما من حيث القبول فمنهم من قسمهم إلى خمس طبقات، وهذا لم يكن معروفا عن الأئمة الأوائل. والمعروف عن الأئمة أنه إن كان التدليس غالبا عليه، إن كان التدليس غالبا عليه فإنه يرد حديثه، وهذا قول علي بن مديني رحمه الله. وأما إذا لم يكن التدليس غالبا عليه فإنه يقبل حديثه ولو بالعنعنة، وهذا ما عليه الأئمة المتقدمون، ولا يعرف عن أحد من الأئمة المتقدمين أنه أعل حديثا لثقة موصوف بالتدليس بمجرد العنعنة، فلا يعرف في هذا عن الأوائل ولا مثال واحد، بينما هو منهج مضطرد للمتأخرين. حسن البصري وقتادة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش وأبو الزبير المكي وابن جريج والوليد بن مسلم وابن إسحاق وامثال هؤلاء موصوفون بشيء من التدليس، ولم يكن الأئمة يعلون أحاديثهم بمجرد العنعنة، ولا يعرف عن أحد من السلف أنه قال الحسن لم يصرح بالسماع فهو معلول، إنما يعلون بالانقطاع لا يعلون بالعنعنة. والتدليس شيء والعنعنة شيء آخر. التدليس نوع من أنواع الانقطاع، إذا قيل دلس يعني أنه ما سمع، وأما العنعنة فلا تعني الانقطاع ولا تعني التدليس، وهذا من الفروق الكبيرة بين المتأخرين وبين المتقدمين. فالمتأخرون لا يقبلون حديث الموصوف بالتدليس حتى يصرح بالسماع، ويعلون حديث ابن الزبير عن جابر إذا لم يصرح بالسماع ما لم يكن من رواية الليث بن سعد، ويعلون حديث ابن جريج بالعنعنة، وحديث قتادة والأعمش بالعنعنة، وهذا لا أصل له ولا يعرف عن أحد من الأئمة المتقدمين. قلت أكثر من مرة لا يعرف في ذلك ولا مثال واحد، فكيف يبنى منهجا أو كيف يبنى يوضع منهج ليس له مثال، إنما مجرد نظري. وما جاء عن الأوائل إن المدلس لا يقبح حتى يصرح بالسماع، هذا يحمل على إذا كان التدليس غالبا عليه، وهذا الضرب لا يوجد أصلا في الثقات الموصوفين بالتدليس، وهذا الضرب لا يوجد أصلا في الثقات الموصوفين بالتدليس. أبو الزبير مقل ليس بمكثر، ولا إما الكبار لم يكن فيهم أحد التدليس يغلب عليه. ثم أن العنعنة قد تكسر من تصرف الراوي أحيانا. على هذا تقسيم المدلسين من حيث القول ورد إلى طبقات لا أصل له، إنما ينظر فقط هل التدليس
غالب عليه أم لا؟ ومعنى غالب عليه يكون غالب حديث مدلسة ويكون مشهورا بذلك ومعروفا به. وقد أشار إلى هذا أيضا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه حين قال وشهر به. أما اختلاف ما أشار إليه اختلاف ابن حجر والذهبي في قول من الصدوق فلا بد أن الإنسان ينظر كلام الأوائل ماذا قالوا عنه. قد يتفق ابن حجر والذهبي على لفظ الصدوق يكون القول الصحيح خلاف ذلك، فنظر في ذلك يرجع إلى دراسة أقاويل الأئمة. وأيضا ذكرت أكثر من مرة أنه لا يكفي أن تقرأ مثلا تهذيب الكمال لتطلع على ما قيل فيه حتى تدرس حديث الراوي إلا إذا كنت مقلدا، فالمقلد يعذر بذلك. أما الذي له اجتهاد وله معرفة وله حذق فلا يكتفى أو لا يكتفي بمجرد قراءة كتب التراجم. حين تقرأ مثلا في تهذيب الكمال سيرة شهر بن حوشب ترى أكثر الأئمة يوثقونه، ترى أكثر الأئمة يوثقونه. وحين تقرأ تدرس حديثه ترى على حديث الاضطراب كما أشار إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهو يضطرب بكثرة في الأحاديث. من ذلك أنه يروي عن أم سلمة كما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله عشرا بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر وهو ثان رجليه، وهذا حديث مضطرب لا يصح، اضطرب فيه شر. فتارة يرويه عن أم سلمة وتارة يرويه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر كما عند الترمذي، وتارة يرويه عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد، وتارة يرويه على غير هذه الوجوه. فهو لم يضبط ولم يحفظه جيدا. والمحفوظ أن التهليل يقال في مطلق الصباح في مطلق المساء، لا يقيد دبر الصلاة فضلا عن كونه وهو ثاني رجليه. فهذا من أوهام شهر بن حوشب. وقد ذكر بعض الأئمة أنه إذا روى عبد الحميد بن بهرام عن شهر كان حديثه أجود، وهذا صحيح في الجملة لكن لا يعني أنه صحيح. فقد روى عبد الحميد بن بهرام عن شهر حديث منكرة. وكذلك الاعتماد على ما تفضل بألق على مجرد التقريب هذا لا يكفي في التصحيح إلا للمقلد. حين تنظر في التقريب مثلا صدق بموسى الدقيقي يقول عن ابن حجر صدوق، وحين تقرأ كلام الأوائل فإنه مضاعف عندهم. صدق بموسى الدقيقي ليس بصدوق بل هو ضعيف. وحين تنظر كلام المتأخرين على عبد الله بن عمر العمري وعلى علي بن زيد بن جدعان وعلى ابن لهيعة أرى أن طبقة منهم يقول عن هؤلاء الصدوق سيء الحفظ كما قيل عن عبد الله بن عمر العمري، هذا غير صحيح. عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف الحديث هذا ويضطرب ويتفرد عن الثقات بما لا يشبه حديثهم. أما ابن لهيعة فضعيف مطلقا. والقول بأن رواية العباد إلى مقبولة عنه هذا شيء ضعيف جدا، لا تختلف رواية العباد عن غيره اللهم إلا أنه أحسن لا غير، فمن حيث القبول فهي غير مقبولة أصلا. وفي روايات منكرة يرويها العباد إلى عن ابن لهيعة، ولكن بلا ريب أن أعدل لأنها بمثل صحيحة. وابن لهيعة سيء الحفظ. وقد أنكر يحيى بن سعيد القطان وغيره أن تكون قد احترقت كتبه وأنه لا يزال سيء الحفظ منذ عرف هو سيء الحفظ، ولو قيل أن الكتب قد احترقت فهو قبل أن تحترق هو سيء الحفظ. كذلك علي بن زيد بن جدعان
هو سيء الحفظ أو إلى الضعف أقرب. إذا قد تنازع العلماء في بعض الرواة كعبد الله بن محمد بن عقيل وكعاصم ابن أبي النجود وكشريك ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفي وكشريك ابن أبي نمر وكفليح ابن سليمان وكأبي معاوية بن حازم ابن خازم الضرير وكأبي معاوية محمد بن خازم الضرير في غير رواية عن الأعمش، لأن رواية عن الأعمش من أصح الروايات، قد خرج له الستة في رواية عن الأعمش. هذا قد يختلف الحفاظ فيهم، يختلف نظر العالم، ولكن لابد من التفصيل في هؤلاء. كابن عقيل مثلا لا نقبل مطلقا ولا نرده مطلقا. إذا تفرد عبد الله بن محمد بن عقيل بأصل أو خالف غيره من الثقات نرد حديثه، إذا لم يتفرد بأصل لم يتفرد ولم يخالف الأئمة الثقات فهو صدوق وإن كان في حفظه شيء. وذلك كان البخاري وإسحاق وأحمد والحميدي يحتجون بحديثه، وعن أحمد رواية أنه ضعيف، وهكذا قال أبو داود وغيره. فمن ذلك أنه روى عن ابن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفل في 7 أثواب بيض سحولية، وهذا منكر. الحديث الصحيحين من حديث عائشة كفل في 3 أثواب ما كفل في 7، والوهم في هذا من ابن عقيل. بينما حديثه الآخر عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افتحوا الصلاة طهور تحريم والتكبير تحليل التسليم لا بأس به، هذا حديث لا بأس به. كذلك عاصم ابن ابي النجود صدوق في الجملة وفي حفظه شيء، وقد يضطرب في مروياته عن زر بن حبيش وعن أبي وائل. إذا تفرد بأصل ينظر فيه، قد يقبل وقد لا يقبل، وإذا خالف غيره يطرح. فهو تفرد في الحقيقة في الحديث عن في حديث ابن سعود حين روى عن زر عن ابن سعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، ولكن دلت قرينة على قبول هذا الخبر. قرينة هذه ما هي؟ مع أنه هنا أصل في الحقيقة، ومع ذلك حكم ابن القيم في آخر من المنيف أن العلماء تلقوا بالقبول، وهذا أصل. عادة في مثل هذه الأمور ما نقبل حديث عاصم في الأصول، لكن دل القرينة على قبول حديث. هنا القرينة هذه أن رواه عن عاصم أكابر الحفاظ منهم السفيانان الثوري وابن عيينة، وذلك المحفوظ في هذا الحديث بهذا اللفظ. جاء من وجه آخر عند أبو داود من حديث علي، وأيضا استداده جيد حسن لكن من غير رواية عاصم. وهكذا عموما الأمثلة على هذا تطول، لكن المقصود بالرجوع إلى أقاويل الأئمة مع دراسة حديثهم لا يكفي أن تحكم على مجرد أن تقرأ في التهذيب. اللهم قلت لكم إلا المقلد يقول لا علم لي، فأنا يقلد من يثق في علمه في مثل هذه المسائل.